عملتي حاجات انا عارفة، مسلسلات. عملت زي كوفرز للمسلسلات، مسلسلات رمضان القديمة أنا بحبها لأنه الكلام واللحن والتوزيع خطير. طبعا. فكنت بحب، يعني هي الفكرة جت كمان ساعة الحجر الصحي في كورونا وحصلت أونلاين. يعني أنا وصديق كنا عاملين زي تشالنج، فكرة إن أنت تغني على الفيسبوك بعرب أو من غير عرب. فجت الأغنية بتاعت، حصل لي تشالنج بتاع بحلم وأفتح عيني. أوكي. وبعدين صديقي قال لي طب تعالي نعملها اونلاين. احنا فعلا كنا كل واحد في بيته، يعني ما عملناش اي جام او اي حاجه. وبعدين فهو عمل مزيكا، بعت لي، سجلت فيديو، اتعملت، اتركبت، فبقت، فعجبتني بقى فكره ان انا اركز في الكلام بتاع التترات. انا بتهيألي الاغنيه دي يعني من احلى الاغاني اللي اتعملت في المسلسلات، وكل الناس بتبقى فاكراها وحافظاها. طبعا. يعني زمان ما كناش بنقعد بقى نسمع الاغاني قوي في العربيه والحاجات دي، بس من كتر ما احنا كنا بنقعد نسمعها في البيت حفظناها كلنا وحبيناها ولحد دلوقتي حافظينها. هي خطيره جدا، ومتهيألي اغلب الاغاني بتاعت التترات بيبقى ليها كده بصمات، مظبوط، حبيتها جدا يعني. طب يلا نسمع. اوكي. بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بطيبة وبصفو نية. بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بطيبة وبصفو نية. تحفة، برافو.